السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض شرح سلسلة الفونكس أو الصوتيات، ازاي ننطق الحروف ونقرأها بشكل سليم. والنهاردة الحلقة الثالثة، معانا النهاردة حرف الجي. هناخد بعض المعلومات الجميلة الخاصة بحرف الجي، ازاي بنقرأه في الكلمات المختلفة والحالات اللي بيجي فيها والنطق بتاعه في بعض الأشكال. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. حرف الجي يا أصحابي زي ما احنا شايفين قدامنا هو بيتكتب بالشكل ده. وأهم حاجة خاصة بحرف الجي ان هو ليه بعض الحالات اللي بتخلي النطق بتاعه بيختلف من كلمة للتانية. حرف الجي المفروض بيتنطق كأنه حرف الجيم في اللغة الإنجليزية، كأنه حرف الجيم في اللغة العربية جي، ولكن بينطق كأنه جي أو جيم معطشة باللغة العربية جي في بعض الحالات. أول حاجة لما بيجي بعد منه حرف الإي أو حرف الواي. حرف الإي وحرف الواي بيخلوا حرف الجي ينطق جي زي ما أنا بقوله دلوقتي، جي جي. وده بيكون واضح جدا في بعض الأمثلة، زي مثلا كلمة بريدج، بريدج أو جسر، بريدج. زي ما احنا شايفين قدامنا حرف الجي جه بعد منه حرف الإي وخلاه يتنطق جي وقلنا بريدج. واضح كمان في كلمة زي كلمة هيوج، هيوج أو ضخم، هيوج. حرف الجي هنا نطقناه جي لأن جه بعد منه برضو حرف الإي. ومثلا برضو زي كلمة فيليج، فيليج، فيليج أو قرية، هنا جه بعد حرف الجي حرف الإي فخلاه برضو ينطق جي. ومثلا برضو زي كلمة لارج، لارج أو كبير، الجي هنا جه بعد منها حرف الإي فخلاها تنطق جي زي ما احنا شايفين قدامنا، لارج أو كبير. كأمثلة لما بيجي بعد حرف الجي حرف الواي وبيخليه ينطق جي برضو، زي كلمة جيولوجي، جيولوجي، جيولوجي أو علم طبقات الأرض، علم الصخور والحاجات الخاصة بطبقات الأرض. وزي برضو كلمة بيولوجي، بيولوجي، بيولوجي أو علم الأحياء. هنا احنا عرفنا لما بيجي بعد حرف الجي حرف الإي وحرف الواي خلوه ينطق جي زي ما احنا قلنا من شوية. تاني حالة وتاني حاجة ممكن تأثر على نطقنا لحرف الجي لما بيجي بعد منه حرف الاتش. الجي لما بيجي بعد منه حرف الاتش بيتنطق كأنه حرف الاف أو الفه في اللغة العربية، أو بيبقى سايلنت خالص وما بننطقهوش ولا يلفظ، ما بنقولهوش خالص في نطق الكلمة. طب ايه هي الحالات اللي بيكون فيها سايلنت وما بننطقهوش فيها وما بيبانش في نطق الكلمة؟ زي مثلا كلمة رايت، رايت يعني يمين أو على حق أو صح، رايت. هنا زي ما احنا شايفين قدامنا حرف الجي جه بعد منه حرف الاتش فبقوا الاتنين سايلنت ما تنطقوش مع بعض وقلنا رايت. وزي كمان كلمة ثرو، ثرو أو عبرة أو خلال، زي ما احنا شايفين قدامنا الأسد بينط من خلال أو بينط عبر الطوق اللي ماسكه الراجل ده، هنا اسمها ثرو، ثرو أو خلال أو عبرة. وزي ما احنا شايفين قدامنا إن الجي جه بعد منها الاتش فبقوا الاتنين سايلنت وما نطقناهمش. وزي كلمة ساي، ساي أو يتنهد، لو واحد بيتنهد بيطلع نفس من أنفه أو من فمه فدي اسمها ساي، ساي أو يتنهد، وهنا الجي جه بعد منها اتش بقوا الاتنين سايلنت ونطقنا الكلمة ساي، ساي أو يتنهد. وزي كلمة هاي، هاي أو مرتفع أو عالي،
هنا الجي جه بعد منها اتش برضو في اخر الكلمة وبقوا الاثنين سايلنت وما نطقناهمش والكلمة اتنطقت بالشكل ده هاي هاي او مرتفع. طب امتى بننطق حرف الجي مع الاتش كأنهم اف او فه باللغة العربية؟ زي مثلا كلمة لاف لاف او يضحك لاف ال اي يو جي اتش. الجي هنا جه بعد منها حرف الاتش وخلاها اتنطقت على انها حرف الاف او حرف الفه لاف لاف او يضحك. وزي كمان كلمة رف 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 او خشن ر او يو جي اتش رف. وزي كمان كلمة كاف كاف او يسعل، الواحد لما بيكح دي اسمها كاف كاف سي او يو جي اتش كاف. وزي كمان كلمة enough enough او كافي او يكفي enough e n o u g h. الجي جه بعد منها الاتش وخلاها اتنطقت كأنها اف او حرف الفه زي ما احنا شايفين دلوقتي enough او كافي. ويجدر بالذكر او لازم اقول لكم ان في بعض الاحيان لما بنكتب مثلا اسم باللغة العربية زي اسم غادة او اي اسم بيبدأ بحرف الغين ساعات بنكتب الجي اتش في اول الكلمة كأنها حرف الغين، وده كناية عن حرف الغين ولكن ده غير موجود في اللغة الانجليزية. طيب في باقي الاحوال او في باقي الحالات حرف الجي بينطق او بيلفظ مثل حرف الجيم، زي حرف الجيم في اللهجة المصرية واللغة العربية بالظبط جيم، وده بيكون واضح جدا زي مثلا في كلمة glass 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 أو زجاجة glass g l a s s. هنا ال g اتنطقت جيم glass. وزي كمان كلمة girl girl أو فتاة أو بنت girl g i r l e. هنا الجي اتنطقت كأنها حرف الجيم لأن ده النطق الطبيعي بتاعها. وزي كمان كلمة جيتار جيتار الجيتار اللي احنا عارفينه. وزي كمان كلمة جوت جوت أو عنزة جوت. هنا الجي اتنطقت جيم زي ما احنا شايفين قدامنا. وزي كمان كلمة غوريلا غوريلا الغوريلا طبعا زي ما احنا عارفينها، هنا الجي اتنطقت حرف جيم. وزي كمان كلمة ghost ghost او شبح ghost برضو حرف الجي اتنطق هنا كأنه حرف جيم. وزي كمان كلمة frog frog او ضفدع، هنا الجي موجودة في اخر الكلمة زي ما احنا شايفين قدامنا واتنطقت كأنها حرف الجيم برضو لأن مفيش أي حاجة تغير من النطق بتاعها زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده احنا أخدنا الأمثلة والحالات اللي بيتغير فيها النطق الخاص بحرف الجي وإمتى النطق بتاعه بيتغير. وكملخص للدرس بتاع النهاردة، حرف الجي بينطق جي أو جيم معطشة باللغة العربية لما بيجي بعد منه حرف الاي او حرف الواي بيخلوه ينطق جي زي ما انا بقولها دلوقتي جي. اما لما بيجي بعد منه حرف الاتش بينطقوا الاثنين يا اما كأنهم حرف الفه او حرف الاف زي ما اخدنا في الامثلة من شوية، او بيكونوا سايلنت وما بينطقوش هما الاثنين مع بعض خالص زي ما قلنا برضو في الأمثلة من شوية. لكن في باقي الحالات وفي باقي الأحوال حرف الجي بينطق كأنه حرف الجيم اللي احنا عارفينه في اللغة العربية واحنا أخدنا أمثلة عليه برضو من شوية. وبكده انتهى درس النهاردة. في الختام أتمنى أن انتم تكونوا استفدتم. لو أعجبك الدرس أعمل لايك، والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد.
وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.